السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي من علينا ببلوغ العشر الأواخر من رمضان، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، نهنئكم بحلول العشر الأواخر من رمضان، كما نرفع التهنئة مضمخة بوافر الدعوات لمقام ولاة أمرنا حفظهم الله، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهم الله وجزاهم الله خيراً على ما يقدمون للإسلام والمسلمين وللحرمين الشريفين وقاصديهما، كما نهنئ عموم المسلمين وقاصدي الحرمين الشريفين بهذه المواسم العظيمة، جعلها الله عشر خير وعز ونصر وتمكين للإسلام والمسلمين. أيها الإخوة المسلمون، لا يخفى على شريف علمكم فضل هذه العشر الأواخر من رمضان، فهي عشر مباركة اختصها النبي صلى الله عليه وسلم بمزيد من الاجتهاد في العبادة، كما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيره. وفي الصحيحين عنها رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أحيا ليلة وشد مئزرة وأيقظ أهله. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله: وهذا كناية على الجد والاجتهاد والتشمير في العبادة، كما كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. وهذه الأيام ينبغي علينا أن نحرص على اغتنامها وألا نضيع الأوقات فيها، نقبل على الصيام والقيام وقراءة القرآن والدعاء والذكر والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، وأن نرعى شرف الزمان في هذه العشر المباركة، فإنها عشر لا يحرم فضلها وبرها وخيرها وأجرها إلا محروم. فيها ليلة خير من ألف شهر، التي هي ليلة القدر، كما قال الله عز وجل: ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني ما يقارب عمل 84 عاماً من عمر الإنسان في هذه الليلة الشريفة المنيفة التي ينبغي أن نحرص عليها غاية الحرص. ولهذا فإن الوصية لإخوتي جميعاً أن نقبل على مواسم العبادة في هذه العشر المباركة، وأن نستثمر أوقاتنا، فليس هناك وقت يضيع في القيل والقال أو في الغيبة والنميمة أو في أمور لا تليق بالمسلم أو حتى في انشغال بعض المسلمين في مواقع التواصل أو الهواتف المحمولة أو التصوير في الحرمين الشريفين، غافلين عن شرف هذه الأزمنة الفاضلة. ومع شرف الزمان شرف المكان في بيت الله الحرام، إذا اجتمعت هذه العشر مع الوجود في بيت الله الحرام والصلاة فيه، فلا شك أن هذه مغانم ينبغي على المسلم أن يحرص عليها وأن يتأدب بآداب البيت الحرام ويعظم شعائر الله عز وجل. فهذه البقعة الشريفة هي قبلة المسلمين، وينبغي أن تكون مثالاً لمراعاة آدابها وتعظيمها، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
وينبغي التعاون مع رجال الأمن وفقهم الله في حفظ الأمن والنظام واتباع التعليمات والتوجيهات، لأنها تصب في مصلحة القاصدين. هيئت منظومة خدمات متكاملة في الشؤون الدينية وفي الخدمات العامة وفي الشؤون الأمنية وفي الجهات كلها من شركاء النجاح الذين يعملون لخدمتكم، فما عليكم إلا أن تتفرغوا للعبادة وتعزيز هذه البيئة التعبدية والإيمانية والروحية، وتقديم صورة للإسلام والمسلمين في اتحادهم واجتماع كلمتهم، لا سيما أمام العالم اليوم، وقد قال الله عز وجل عن بيته المعظم: مباركًا وهدًى للعالمين. ومما ينبغي أيها الإخوة عدم المزاحمة والتدافع في المطاف أو عند الأبواب أو حجز الأماكن أو حتى المزاحمة في الصلاة في الحرم، ففضل الله واسع. ومكة ولله الحمد والمنة على الصحيح من قولي العلماء في حدود الحرم أن الصلاة فيها مضاعفة، فينبغي أن نراعي هذه المقاصد العظمى والمصالح الكبرى، فلا يشق الإنسان على نفسه ولا يؤذي إخوانه المسلمين. وأيضًا نهيب بوعي إخواننا القاصدين وتعاونهم، ولله الحمد والمنة. وكلمة لإخواننا المعتكفين الذين يحيون هذه السنة أن يحافظوا على أوقاتهم ويشغلوا وقت اعتكافهم بما يقربهم إلى الله عز وجل. وعلى المرأة المسلمة أن تلتزم بالآداب والحجاب والاحتشام والعفاف والصلاة في الأماكن المخصصة للنساء، وكل هذه أمور ينبغي أن نتذاكر فيها. وأخيراً الدعاء، الدعاء، الدعاء لأنفسكم ولأوطانكم ولولاة أمركم ولصلاح أحوال المسلمين في كل مكان وحفظ مقدساتهم والعناية بأمنهم وسلامتهم وصحتهم واجتماع كلمتهم وتوحيد صفوفهم. قال الله عز وجل في ثنايا آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح أنها قالت: أرأيت إن قمت ليلة القدر ماذا أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. هذه أيها الإخوة تنبيهات لكم ولمحبكم، سائلين الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بالقبول وإدراك ليلة القدر والعتق من النار، وأن يوفق ولاة أمرنا ويجزيهم خير الجزاء، وأن يوفق رجال أمننا، وأن يديم هذه البلاد قبلة للمسلمين وخادمة للحرمين الشريفين وواحة أمن وأمان ورغد واطمئنان واستقرار وسلام وسائر بلاد المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا، ونلفت نظر الجميع إلى أن صلاة التهجد ستقام في الساعة 12:30 بحول الله وقوته. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.